اسمها الريكفري اللي هي شنو هي الفاقه. انا اخذت الاندكشن هسه بدون كلام نهائيا. اخذت الاندكشن شلون تختير؟ الاسسمنت قبل العمليه اندكشن مينتنس اكسبيشن هسه الريكفري المرحله المريض النهائيه اللي صارت العمليات اللي على اثرها راح نقيم المريض يروح للراديات يطلع للبيت من العمليات جوا للبيت اكو بديت فيها سيرجري او وين يروح الاي سي يو او الاتش دي يو. على اساس هذا الريكفري شغل الاسيستنت شغل مساعدي التخدير شغل تكنيشن التخدير طبيب التخدير نادر ما يوصل، لكن الكومبليكيشن اللي تصير لحظات المريض ما يلحق عليها. الاثنين اللي مرت مريضه جت لنا عمليه هستروسكوب ناظور رحم عمليه من 5 إلى 10 دقائق ماسك مريضة كانت اوبيس وعلى الماسك مشت 50 يعني شبكم نزل الساتوريشن 36 عمليه من 10 دقائق نزل الساتوريشن 36 كانت موجوده اسيستنت شاطره وياها اسيستنت ترين تتعلم ان شاء الله ورا شهر راح تنزل الى شهرين تنزل الصاله صار شهرين ثلاثه بس بعد جديده بالاضافه والمريضه خلصت يا ماسك حطوا لها اكسجين ماسك ما حطيت لها اكسجين ماسك ثاني الماسك الاكسجين اللي اسمه مال فنتليتر يختلف مع الماسك الافاقه اللي هو الماسك العادي اللي بطاوله بكل مكان. انا عموما هاي قاعده ابي اشوف شلون تشتغل بس شنو اسولف للطبيبه اللي تصاحب قاعده ابي اشوف ايش تسوي. طبعا الاثنين شاطره وانا اصلا اللي شايفه انا مزكيته انه اريد هاي البنيه ما اعرف من يا جامعه تخرجت بس البنيه معلوماتها حلوه ومطيعة ومؤدبة خلصوا هذا اللي اريد تريني بالعكس تربيتي تصير احسن من ماما شيء ثاني بس معلوماتها لا حلوة. فقلت لهم هي هاي الاسيستنت الشاطرة راحت خلتها بس هي المشكلة شنو المريضة مريضة اوبيس سمينة اوكي وعرفت المريضة قعدت انا بوعد فقلت لها كلمة واحدة قلت لها حطيها اكسجين ماسك قلت لها دكتور خشب بصة وسميتها شالته ما عجبني المريض وجهه، وجه المريض تغير. تحطي له اكسجين ماسك، كل ما مرت الثانية عدتها. كان يقول خلينا نشوف البطء اوبيس من يحكي فرد. تمرت الثانية من احكي كلمة الاثنين كلش مؤدبة بس انعاض بيها. لان سببها انه نزل ساتوريشن 36. تعرف شو المريض ساتوريشن 36؟ 3 دقائق من نفخ للريد بس ينكش نفس ماكو. المريض الافاقة بالعكس صار. موبيس بدون اير واي بالعكس صار هي ورا وهي سوبرايز بوز شوف الاخطاء القاتله وبدون اكسجين وما واعية. 5 شغلات المريضه خلال دقيقه زين ما ماتت. جايه عمليه ناوور شوف الشغل شلون مهم والتريننج معلوماته حلوه ولكن كلكم سايلنت بس موبايل يشتغل. كيف؟ استاذ نص من اساتذه يقول كيف؟ عندي سياره تعاقد الحين تقول لي ياخذها انتبه. اوكي طلاب انتبهوا المريضه بدقيقتين لسانها بالعته اللي ورا شايفين الواعي بالهذي اللي يقلب لسانه ويروح منه نفس الحركه متت وزنها فوق ال 110 120 انا ما ابي اشيل ايد مريضه صحتها من نص الثدي وهي نص الثدي لان بيثتهم بوزيشن صحتها عن شنو راسا اقدر ارفع راسها طق ظهري اليوم طق ظهري وايدي في سبيل هاي اللحظه لا المريضه هاي كبرى يا راسها سوباي نايمه على ظهرها لسانها رجع لي ورا المريضه صارت زرقاء بثواني شنو الاكشن؟ بس حكيت لها كلمه قلت من احكي ما حكيت لها هواي انا ما اديت ابني قلت من احكي نسبي يلا تناقشي او لا تناقشي خلص ليش؟ اذا ما راحت مريضه من ورا اسيستنت ترين فانتبهوا لهذا الموضوع الطبيب اللي وياكم اللي عنده خبره والاسيستنت اللي قبلكم عنده خبره وتصير مصيبه او قبل لا تصير مصيبه اسمعوا كلامه نفذوا بعدين ناقش ها حياه مريض بدقيقه تروح من عندك شنو الخطا؟ سوباين بوزيشن بدون اكسجين المريضه ما واعيه وبدون ايرواي عندك 4 انواع من الاوبيس 5 كومبليكيشن ان المريض تروح من عندك خلال دقيقتين وهي عمليتها من 5 دقائق باص ميديكال كل شيء ما عندي فمن المصيبه انه المريض يجي كل شيء ما بيه يطلع جنازه. لو هو بيه مصايب الدنيا ويطلع جنازه ليه مجال، بس يطلع جنازه وهو كان جاي يمشي على رجليه هاي الكارثة الأولى. فانتبهوا. هاي شو اسمها؟ الريكفري. أول شيء سويته صح
حالتي المريضه، انا فيميل في مرحله ما نقدر نسحب المريض، لهذا الاسيستنت الميل احسن من الفيميل، قوه بالعضله. سحبتها من شفت المريض بدها تموت صارت بدها قوه. سحبت راسا السجل، بتمر فوق السجل يعني ارجمنت. سويت لها حطيت له اكسجين ماسك سباب بتعطيني ايروي. اهم شيء تحت حالتها المريضه قفلت سبازم. تحت حالتها يا ماسك سيانوسيس. اول شيء سويت اوكسجين ماسك، حولتها فنتليتر، حطيت الايروي، قلت لها شغلي السكر. هي عملت ما عادش ما تحتاج لا سكر ولا ممكن ريلاكسنت ولا شيء. بروبوكول ميدازول فنتانيل. بس نعطيهم هالشيء بدون يعني الم بسيط. اوكي؟ على العموم اول شيء لا تنسوا اوكسجين فنتليتر، راسا حولته فنتليتر مو سيباب ولا سبونتينيوس. ليش؟ مريضة انقلب لسان وصار سيانوسيس، أباور ساتوريشن 36، الهارت ريت 40 وبدا ينزل، المريضة هايبوكسيا راح يصير شنو كارديك ارست. خلال دقيقة، قال أنا بس قعدت منها قمت لها. فانتبهوا للأخطاء. رأسا هيد أب سوالي حطيت لها اير واي ماسك، المريضة قطعت النفس. دي ساتوريشن، أنتم حضروا الأدرينالين. عاد أحط لها تيوب، قالت لي التيوب تغلي، تنتظري. جت الأسيستنت الشاطر قلت لها فنتليتر ظل مايك بس انتهى. نفخين حولناها سي باب ورجع الاي بي ار باب سويته على 70 تبع الخطوات على 70 عم يساعدني اطمش وجهها المريضه اوبيسي. وش قلت لهم؟ صحوا لي فلان بعد اسيستنت عريف صحوا لي فلان كول فور هيلب. مش بتروحي محل سيطر صحوا لي فلان مساعد تخدير في ميل ثاني مساعد تخدير ميل صحوا لي ياهم. اريد ناس تساعدني المريضه هايبوكسيه وبريدي كارديا احسن كارديك ارست خلص احتمال حدي تيوب سي بي ار. اوكي فهاي النقطة كلش مهمة. رأسا اوكسجين سي باب ما فات اير واي انتم حطوا لي سكر خاف اكو فورن ودي في شيء يعني مريضك شو ما بيه تعرف واستوى ما شاء الله ساتوريشن 98% العموم بعدين هيد اب اوكسجين ما نفخ نفخ وفاتر فاتر 20 30 بس تريد نفس هنا اللي هنا الاكسجين ما ينزل على صدرك ممرضة واكل قلت لها دقيلة على صدرك هاي الخطوة مال الدلع على الصدر موجودة بس آخر شيء تطبطبي لي على صدرها عم أحسسها بالألم ما تحس بالألم تفك شوية علي أنا بهالحقة شو مسوية؟ بين ستيميليشن هنا شايفين هاي الماسكوي بروسس هاي العظمة اللي ورا الإذن مو هنا وين شو اسمك؟ إي يكون حط إيدك على الماسكوي بروسس طيب والله أشوفك إي هاي العظمة اللي ورا الإذن هاي أضغط عليها حيل اذا المريض سبازم يفك الالم بس هاي المنطقه مو تجون هنا خلينا نقول تسوي له هاي جوفرس اوكي بس مو تخلعون فتشة وين تريد تسوون الالم؟ هنا ظفرك باصبعك اضغط عليه سوي له فين ما يخالف قرصه هم يخالف ماكو مشكله الساينتفك واي يقول طبطب على صدرك 15 الى 20 الى 25 دقيقه دق على صدرك عمود يفك السبازم مالته اذا كان سبازم انا مريضه خلال 5 دقائق تقريبا رجعت 3 دقائق المريضه بلا نفس ولا شيء انقطع على ما رجع الساتوريشن انا 3 ساعات كارديو وحالي انهت وعرفت الاتصالات ورحت اخذت رسمه مددت يعني شفت المريضه جفتها بتموت في الادله اوكي هذا اللي اثق فيكم ساعه السوداء بالاثق بترينا مرتفع اوكي ساعه السوداء لحد الجيم ترينا شفت المريض شلون يروح من عندك دقيقتين بس لازم واحد شي يسوي اوكسجين اير واي سكشن ستاند باي تو واسس فنتليشن ريكفري حسب دون كلام هاي حادثه صارت ذاك اليوم ريكفري هو غرفه الافاقه مريض شلت تيوبه ليش تحكوا؟ من يريد يستدعى عاجبك؟ ليش تحكي؟ يلا اسمع السؤال ريكفري هو وين صايره لازم؟ مكانها؟ صارت العمليات؟ او مكان قريب على صاله العمليات احكي لكم قصه على السريع وين الريكفري روم المريض طلع يسوي الاكستويشن او بعض العمليات يسوون اكستويشن بالافاقه اوكي احنا بدنا نحكي على غرفه افاقه فوين يصير المريض المكان يا اما صاله العمليات او مكان اورتها قريب على صاله العمليات بس نفس الممر الممر كونكشن يرتبط صاله العمليات قريبه عليها الاي سي يو الستاندرد المستشفيات لازم صاله العمليات نفس الطابق او قريب عليه اقرب شيء له الاي سي يو
عمود، اي شيء يصير لا سمح الله يصير نقل المريض على السريع. هاي لازم قريبه على المختبر وقريبه على الاكس راي، خاص ايرجنت اكس راي نحتاج. ولو احنا هسه المستشفيات الحمد لله كلها بيها سي ار اكس راي بورتبل، هذا اللي يمشي طب الاكس راي يخص هذا المريض. هاي نقطه كلش مهمه، كل صالات العمليه تقريبا صار فيها بورتبل اكس راي وحلوا هاي الازمه. الشغله المهمه يكون عندنا اي بي جي بالعمليات، مو كل المستشفيات فيها اي بي جي بصالات العمليات، اوكي؟ بس ضروري كلش. هاي مكان الريكفري ليش لازم مكان قريب على صاله العمليات او صاله العمليات؟ مشو الورقه الحضور منا ومنا ومنا، لا من غير التوقيع عمود عشان عند قلبي والقرار على السريع مشو ليش قريب على صاله العمليات والعنايه؟ عمود اذا صار واحد صاح يبوه وكل الشغله المهمه الاسيستنت اللي يقعد بالافاقه ممنوع يعيش الافاقه ولا ثاني. صارت مصيبه يصح اي احد باعلى صوت صحوا الفلان، اي احد باعلى صوت صحوا الفلان مالي في الصاله ويروح يشوف الافاقه ويروح يشوف الطبيب يا صاله والمريض يموت. هو اهل واحد واهم انسان بحياه ايده ممكن يقلل فرص المورتاليتي والموربيديتي للبيشنت. لهذا ممنوع مالك علاقه بطبله تروح توديها وتجيبها، مالك علاقه بتخريج مريض هاي السوالف المدري شلونها مالك علاقه، تبقى صائبه بالافاقه اي لحظه. مريض يتخيل، مريض يختلي، مريض يصير سبازم، مريض يوقع، مريض ينزف، اي لحظه ما تعرف المريض شو يصير بصالة العمليات. اوكي؟ ما تعرف الافاقه شو يصير. لهذا المكان هو ينعرف. واهم شيء اهم اسيستنت لازم موجود بهذا المكان. لان يعني مختلف انواع العمليات ولازم تكون الافاقه مجهزه كل شيء. فنتليتر، ستاند باي. مونيتور كل مريض، كل سرير شكد كم سرير بها الافاقه، لازم كل سرير له مونيتور خاص. المونيتور شنو يختص؟ بلس اوكسيمتري، نون انفيزيف بلاد بريشر، والاي سي جي مونيتور. وكل مكان سرير بالافاقه لازم اكو سبورت اوكسجين وسبورت سكر اذا سنترال. تمام؟ ذني الشغلات المهمه المونيتورينج والسكشن والاوكسجين. ذني الشغلات كلش مهمه. صار بالافاقه لازم شنو انتو؟ ترالي كامله بيها توبات متعدده الاحجام، اير واي، سكشن كاثتر، سكر، ليش تضحكون؟ سكر اللي ترالي بيها لارنجوسكوب متعدده البليدات، اوكي؟ وتيوب متعدده الاحجام، اير واي، ال ام اي، اي جون، يعني اميرجنس. فلويد كامولات وجهاز اطراف. ادرينالين، اتروبين، اي ادويه سبورت للحياه. سكولي، كيتامين، دوزان كام، هي اصلا صارت عمليات باعتبار بس مفتوحه، نوت سترايل يعني كل المرضى بيها يدخلون. هاي اسال ريكفري. شنو الشغلات الضروري بيها؟ اي شيء بالملون معناه مهم. شو تقيم من المريض؟ مريض جابوا اياه صارت العمليات وانا بالافاقه. شنو تقييم؟ ليش نحكم طلابي؟ اقيم بي خمس شغلات. شو يسمونه؟ يسمونه اودت سكور. شو يسمونه؟ اودت سكور فور ريكفري. اودت سكور موجود عندكم اخر ثلاث سلايدات كلها جايه اس بي، كلها كل سلايد جايه اس بي كلها. اوكي؟ شنو الاودت سكور؟ هو من خمس فايتال ساين، وهي اهم نقطه، كونشسنس نسبه الوعي، يجيك المريض شنو وعي؟ جاي بصاله العمليات، تخدير عام الاوريجينال يفرق هسه اشرح لكم اياه. عام لازم اقيم شلونك؟ الحمد لله على السلامة احكي وياه، المريض واعي فاتح عيونه، اقول له اسمك، يجاوب، انت وين؟ شغلات شلون اعرف المريض كونشس اورينتد؟ انه هذا واعي متجاوب. كونشس واعي، اورينتد متجاوب، شلون اعرف هذا المريض واعي متجاوب؟ شو اقول له؟ اساله عن اسمه والمكان والزمان. المريض طالب استوى من تخدير عام. ما معقولة ما ناس ما ذاكر اسمك، فش نقول له؟ شنو اسمك؟ إذا رد، أوكي. ذبح مريضة سلت قلبنا سلت، شنو اسمك؟ ساكتة. شنو اسمك؟ ما نعرف أختها طبيبة، أختي شو اسمها فلانة، زين أنت اسمك شنو؟ تسكت. المساعد صافي يقول أسامة شو أسوي؟ لا أعرف اسم أختي تمام واسمك نسيتي ليش؟ لا تطلع من خاف أحكي. هي ما تقدر تحكي، خاف إنه تلوث الكلام. هاي الفوبيا، الزين مرة.
شنو اسمك؟ ركز اسمك. طلعت هناك حبابي لا تزعجوني. رجاء اسمك وانت وين؟ المكان والزمان. اكيد الزمان ما راح يعرف بايش الساعه او اليوم شنو الايام او احنا بيا شهر او انت بيا مكان. يقول له انت وين؟ يقول لك بالبيت مو بالمستشفى. يقول له لا انت بصاله العمليات. بس اهم شيء يعرف اسمك، هذا معناه واعي. احتمال هذا تاثير التخدير مالته. فالكونشس ليفر كلش مهم. بعد الريسبريشن النفس مالته اقيمه، احط له بلس اوكسيميتر واحط له اي سي جي مونتر اذا احتاجه. الستاندرد المفروض حاطينه بلس اوكسيميتر اي سي جي اوكسجين. مريض جي اي يطلع من صاله العمليات بالافاقه لازم اوكسجين. كل جي اي مريض ينحط له اوكسجين بالافاقه، هاي ستاندرد. انا شو اسوي؟ نظام المريض من يدخل صاله العمليات عند كل مريض له اوكسجين ماسك خاص ينكب ورا. من يحط له اوكسجين ماسك العادي ومن ينام يلا حول الماس مال فنتليتر عن الريحه اللي هي مال ايزا واللي هذا مزعج. والناس تخاف انه بس هذا الاكسجين النظيف الجديد ديسبوزبل. لا بالافاقه عمود احنا لا نتعب ولا الاسيستنت يتعب انك مش لا ماسك وشي. خلاص اويت اكستوبيشن واحط ارجع احط الاكسجين ماسك عادي. هذا الاكسجين ماسك عادي يطلع ويا المريض الافاقه يبقى عليه 100% تمام. او الافاق هو اللي يقرر انه خلاص ما يحتاج اكسجين يوخر. يحتاج اكسجين يطلع ويا المريض. انتبهتوا؟ فالوعي مالته النفس مالته احط له بلس اوكسيميتر اذا احتاج اي سي جي ونن انفيسيف بلاد بريشر. كل المرضى جي اي لازم اقيس الضغط مالته والبلس اوكسيميتر واحط له اوكسجين. كل مرضى جي اي اذا جالي طلاب تبوا هنا اول بيشنت جت ام سي كيو اول بيشنت افري كفر فور جي اي مريض ماخذ جنستيزيا لازم احط له اوكسجين بلس اوكسيميتر وبعد ونان بيز بلاد برشر. باي لحظه يصير هاي بوكسيا وانت ما تدري فحط له اكسجين وخلص. النقطه الثانيه كل شيء اقيم المريض كل خمس دقائق بلاد برشر والبلس اوكسيميتر والاكسجين هو شوف الوعي مالته. فانا عيني عليه اوكي. اذا المريض اجاني عنده ريجنال ماخذ تحضير نصفي سباينال بديورا تارت بلوك او بس نيرف بلوك باي جهه من الجهات، لكن هذا المريض ماخذ سيديشن او هو فايتال انستيبل هم يحتاج اكسجين. هاي جت الاس بي اول بيشنت اندر جي اي يحتاجون اكسجين بالافاقه. اول بيشنت هيمودايما في انستيبل او ماخذين سيديشن او انرجيسيا اندر ريجينال او بديورال او سباينال لازم هم احط لهم اكسجين. واهم نقطه لهم شنو؟ اتشيك البلد بريشر والهارت ريت. ليش؟ الابيديورا والسباينال دائما شو يصيرون؟ هايبوتنشن احتمال بالافاقه. احنا بالعمليات نعطي افيدرين فينال فرين تمشي الامور، بس احتمال المريض خلص الاكشن مال افيدرين فينال فرين تبوا هناك. خذ بالافاقه رجع شورت ستيك. تفضل. حتى لو هو مسوي نص عادي مو على يخافون طبعا اكثر المرضى نعطيهم تخدير نصفي نعطيهم ميدازولام او كم ثاني احتمال يحتاج المريض بعد. طاولة في واحد عملية طاولة أربع ساعات خلص سبانا جي اي طيب كان كان في ميدو سنان خلص 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 فالمريض أخذ جي اي أخذ ما أخذ سبانا حسبنا صرفياته أكثر لو أخذنا جي اي حاول الضغط والهارت ريت المرضى اللي عنده المدارس في أي ستيبل أو ريجينال سيزي لازم تشيكوه بالإفاقة. بعد شنو مسؤولية الاسيستنت؟ إذا المريض جي سباينال أو اوبيديورال أو ريجينال يتأكد اكو فولي ولا لا. بعض العمليات خمس دقائق ناظور مثلا مثانة أو ناظور رحمي أو بروستيت أو أي شيء عمليته بخمس دقائق عشر دقائق بس طيناه سباينال هذا شلون يطلع؟ ما يقدر يتدرب فلازم شنو؟ نتأكد اكو فولي ولا لا. عيب يطلع المريض لهلة والغرفة وهو ما حاط له فولي، فما يحط له فولي قدام الناس. تمام؟ وخصوصا اذا كانت ردها وليس غرفه خاصه. فهاي من مسؤوليتكم تتاكدون اكو فولي لو لا. بالمناسبه اكو شارت شارت خاص من المريض عنده فولي لو لا، هيمودايناميك ستيبل لو لا، يحتاج اكسجين لو لا، جي اي لو سبانا، لازم تنوم. طيب اجى المريض واعي
متجاوب، نفسه زين، ساتوريشن مالته زين، ضغطه زين. اوكي؟ ان شاء الله خير هذه الامور. اجى وجهه مو ازرق، اجى المريض في عده كومبليكيشن او من بعض، بس لو اعرف ليش تصير خلال العمليه الاطار. اول شيء ديلي ريكفري، المريض تحت وياك نايم. بالافاقه ما يقدر. ديلي ريكفري شنو هي؟ اذا كان لا حد يحط ايده على حده نزلوهم. وانتم الحق مالتكم بيناتكم. اذا كان البيشنت fail to regain consciousness through 30 to 60 minutes يعني خلال نص ساعة إلى ساعة المريض ما واعي. شو يسموه؟ delay recovery. إلى أسباب after GA is said to be delay recovery. The causes جنتي MCQ. أول شيء GA مريض ما في تخدير عام. sedation analgesia opioid مخدرات ما أخذ منهمات ما أخذ تخدير عام كلها اسباب. هذه اسباب واضحه احتمال وكمان يعني كمان causes of delay recovery. ليش كمان causes؟ اقل كمان اللي هي شنو هي؟ ميتابوليك اسيدوسيس. المريض عنده تحمض، تحمض الدم مالته من الهايبوتنشن لاكتيك اسيدوسيس صار. بعد برولونج سيرجن عمليه طويله الافاقه صعبه مالته. بعد هايبوثيرميا المريض من البرد يصير ديلي ريكفري. لهذا شنو نبلغ؟ دائما الصاله لازم تكون داخل، واذا الصاله لازم شويه فيها بروده لان هم يلبسون جاونات، والجاونات كلها شو اسمه نايلون، فيحار يصير على الجراحه وعلى الكادر يبردون الصاله. هم مرات حتى التبريد شويه يفيد المريض، لكن مشكله التبريد شنو؟ اذا صار عنده نزل ما حيوقف. ليش ما يوقف النزل؟ لان البليتليت ديسفكشن يصير صفائح دمويه ما حتشتغل، يحتاج احتمال المريض نقل صفائح دمويه. بالبرد صفائح دمويه ما حتشتغل، هايبوثيرميا ما يفيد. احتمال المريض مفتوحه بطنه وينزف وتطب لاد ما يفيد. الا دف الصاله فقط. كسول؟ هي كل الصالات بارده. بس بارده. هي احنا نموت من البرد، بس شو نسوي؟ لان هم يلبسون حار. هم يلبسون داون ويلبسون نايلون داخل، ذني نايلون حاره يعني واحد ساونا داخل، فما يتحملون. شلون احنا ندفي المريض؟ نحط البلانكت الجواب البطانيه اللي تكون حكينا اكو اسئله. شلون نعرف؟ شلون ادفي المريض؟ موجوده من الاسباب. ليس كمان كوزز ديلي ايمرجنسي هايبوثيرمي ميتابوليك ديستربنس واحتمال لا سمح الله صار له ستروك انجلط او ام ار انجلط دماغي بالدماغ او بالقلب خلال العمليه او بعد العمليه. ايش قد نسبتها؟ 58% خلال 48 ساعة. نسبة حدوث الجلطة بسبب العملية خلال 48 ساعة 50% احتمال بالإفاقة. المريض ما بعد نام بعد ما بعد. بعد هايبوكسيا اند هايبركابنيا الأكسجين يقل والسي أو 2 يصعد. من السي أو 2 يصعد شو يسموها؟ سي أو 2 ناركوزيس. نزيد الحموضة مالت الدم ويصعد ثاني أكسيد الكربون، المريض يدخل بشنو؟ بغيبوبة. صح ولا لا؟ جماعة السي او بي دي، سي او بي دي او السي او بي دي يصعد السي او 2 فوق 80 90 في الوعد يجينا فاقد. ليش؟ يسموها السي او 2 ناركوزيس. فالهايبوكسيا والهايبر كابني هم موجوده، لكن نقدر نشيكهم يمتى؟ نحط بلس اوكسجين نشوف الاكسجين نزل ولا لا. وبعد اي بي جي موجود ارتيرا بلاد جاز تقدر تشوف السي او 2 منه. اسحب ارتيرا لاين تسحب له شريانه خلاص شكله وحده تمشي الامور. هو يطلع لك اسباب، هو يطلع لك اسباب. رابط اسسمنت بالسنتيمتر نحط للمريض ونسوي له اي بي جي اكسكلوجن للهايبوكسيا والهايبركابنيا وحطنا اكسجين. بعد من اسباب الديلي ريكفري زياده الكالسيوم وزياده المغنيسيوم كلها جت السكيوها. زياده الكالسيوم وزياده المغنيسيوم قله الصوديوم هايبوناتريميا هايبوغلاسيميا او هايبرغلاسيميا يعني المغنيسيوم زياده والكالسيوم زيادة، الصوديوم قلته، سكر زيادة أو نقصان، اثنيناتهم. كل اللي يسوون شنو؟ كوز اوف شو اسمه؟ ديلي ريكفري. بس ذني شو يحتاجه؟ لا. الاي بي جي راح يطلع لك الاتش بي ايش قد؟ خاف انيميا، الناس في المريض. البي او 2 ايش قد؟ نسبة الاكسجين، سي او 2 ايش قد؟ البي اتش اذا اسيدوسيس لو لا، الالكترولات كلها تطلع، الصوديوم، الكالسيوم،
الكلورايد بس المغنيسيوم ما طلع اوكي ولا السيوم فريج عفوا ومتابعين اسم السولا هذا الاي بي جي من التحاليل اللي فايتال البارحه جابوا لنا كيس عمره يمكن 90 سنه او اكثر معه من غير مستشفى شمرها وراحوا جابوا لنا الاي سي يو هذا ما ميت هاي ميته قالوا لا اجيتي ما بيها شيء من جابوا لي اياها شو حكيت وياك قلت لك شلونك؟ مريضه ميته ماكو لا باص ولا شيء لا دكتور ما بيها شيء قل لي مريضه ميته وجبتها عم تخلص المشاكل اي بس ما تقول لي ما بيها شيء مريضه ميته يلا تعال سوي سي بي ار تلقينا السي بي ار رجعت Thank you.
البين يجيك بالافاقه المريض عنده البين مودريت سيفير بين شنطه علاج اوبيويد مخدرات هو المشغول بالعكس عم نقول اقل شوي واحد شنو نعطي اوبيويد مخدرات مشكلته سايد افكت نوزيا فوميتنج ريسبيراتوري ديبرشن تاثيرات جانبيه مال المخدرات المورفين الفنتانيل واي جماعه ها؟ لا اكيوت بين سوى جانب افاقه وشنو يجيب الالم؟ للألم كان لديك ما سوى إدمان أكتب في المانجمنت ما يسوي إدمان جانبية للمخدرات برورايتس حكة إلياس هاي المشكلة المزعجة إلياس لمعاه ما تتحرك أوكي يورنا تنشي هاي الشغل الثاني أزعج شيء للمريض الحكة والإلياس معاه ما تتحرك وبعد يوم ننتج النوزيا البومتين والصفارات الدبشة ثالث كومبليكيشن الاجيتيشن المريض يجيك متهيج المريضة قلت لكم تصرخ من الاجيتيشن وما تقدر تجر النفس ايش معناته اجيتيتي ترافس اوكي pain is often manifested as post operative restlessness المريض ما مرتاح يرافس اجيتيتي يرفس يشلع كل شيء ما يحط شيء عليه لا مونيتر لا بلس اوكسيميتر شكو سي في لاين ملصق دريني ملصق دفاف باندجي ملصق فولي ملصق كل شيء يملصق ليش من الالم فالبين هو احد اسباب الاجيتيشن بعد هايبوكسيا اوكسجين نزل دي ساتوريشن سي او 2 صعد هاي احد اسباب واحد يخنبوله او مختلف اكيد حيصير يرافس ميتابوليك اسيدوسيس هايبوتنشن هاي نقطة مهمة بلدر تستيشن هواي شكور بالإفاقة مريض يكون فلويد هواية بالعملية وتصير كل بلدر مليانة مثانتت هو الواحد الواعي من يصير عنده كرم ومثانتت يريد يتدرب شو اسمه يقمز ما يلحق مو انه المريض نايم ايش يسوي يصير اجيتيت اذا شفتوا المريض مو هاي بوكسي وضغطه زين وساتوريشن زين وما عنده الم شيك المثانه مره مريضه شفنا البطل هيك بطل من المثانه تجي تطق فرغنا 1500 مل حطوا له فور ريتيشن 1500 مل طلعوا ارتاح بس حطوا له فور ارتاح ليش مور ريتيشن اوكي انت رب دونا هيموريج جزء ما ينزل هايبوتنشن وصار هايبوكسيا او ريتيشن يقول لك المرضى واحنا اكثر شيء هاي نشوفه وين بالعنايه المريض المتهيج ويمص سيبيلا الدرين الدرسين اللفاف الباندج المونتر شو يسوي له؟ يربطونه شو يسوي المريض؟ يربطونه هي وشو بالسريع هذا الشيء ما اوكي بس على كيفه يقول لك مرض اول شيء احكي وياه شوف شنو السبب اللي المريض متهيج يجوز المريض اني مريض مريضه مرضى متهيجه شنو؟ بس امه كانت واقفه تخيل شلون تنام بالبيت تنام داكره تيجي تنام لا ترى ايش تضرب الفراش ايش تحوس تحوس اثار شكري تنام لا ترى وجهي افتحوا ايديها افتحوا شنيه راح تنام ترى تب ساعتين المريضه ما تنفس ولا حتى هي لازم تنام على الجهه مالتها اليمنى المريض هو الهبت مالته هيك متعود انه ينام ويحط ايده جوا راسه هاي من الشغلات اللي تشوفوها بالاطفال بعد يقول ليت اند ار ستريت تو افويد سيلف انجر ليش ربط المريض عم زي روحه يا ماما كنا جبتهم تصوير مريض يحوس هذا صباعه فهو يريد يطلع احنا من العنايه ما عندنا شيء اياه فالمريض ايش يسوي هاي افاقه او عنايه نفس الشيء حق غطى روحه هو حادث سير وفاق كان اسبوع او اكثر يا اسبوع تقريبا مش المهم يريد يطلع فغطى روحه هاي هواي المستعمل ايش سوى بعدين؟ نحوس شوف يحوس هنا ما اكو شو نفس البلاي بس البلاي حبكه او شيء او اي شيء غريب يمصون حكم داء المرص مرص لاي كان مرض شاق بدرجة راح توخر كل حد جلس له كان يرجع كوسي رادكم شيء دق دق راش ديال الباب بس كم شيء في خطية حتى لو ايده ورجع كوسي دق راش وهذا هادل ونحكي ونسولف وياه بدل نعم مزرعة مالتهم ومدعوين على حقا الغداء وما ادري شنو ملاصة سيدي انا مو كان سيدي ما احتاج بس بس اوكي لو يا ماما مرضى بيتي طول العلاقة بيناتها أداوم بديت الطب المنظر اللي شفته مرعب بديت الطب 23 سنة
طب 15 23 سرير اي سي موت من التعب. فالمريض شلون تعاقد دلوقتي؟ عنده فول شو سوى؟ شوف الخطأ اللي كان انه ما حد يدري المريض شو فيه. المريض ما وصل يوتيوب والله بعيني ما وصل يوتيوب. طبعا عندهم قابليه وقوه مو قادرين على فك ال الضمائر هاي ايديناتهم. شايف دول البوليس اللي يصيروا يفكون يصيروا يفكون روحهم. مالس الانجي الطريق كله ناس المالس الفول كاركر ميعطي الطريق كله ناس الناس الفول شايف اللي جاي حامل وقع نفس الشيء. هاي ميت حاسب عليهم طبيب ممرض زين هي صالة مستطيلة وبالنص اتصال العمليات بنص العمليات نص الرتم بدنا نركز على العمليات كبيرة جدا. انا مو بحاسب عندي شيء بس كاد التمريض المفروض يتحاسب على هذا النص مالس تشوبه وليش الساتوريشن مناسب ولا الدم جدا ما اقول هذا الشيء. فالمونيتا كونديشن يا مونيتا يقول لك اكثر شيء وين نربط بالبيدياتر كيف تربطون؟ لا كلمه نهديهم لا تخاف صحتك مام صحتك بابا شو تريد؟ من يريد اذا قام اي هو سكت التليفون وشوي عليه هاي الشغله ما فادوا يا مريض بعد الخليج سبب سكنين طيبة وبعد الخليج وخاف انطيه دورنا نص الى واحد ميلي جرام او 2 ميلي جرام حسب الكيس اوكي. فالبنزا دايز بي ليش مهمه؟ سيديشن ميدازولام دراج اوف تشويس ليش ميدازولام شورت شيء بسيط يخلص بعد من الكومبليكيشن النوزيا والفومتي النوزيا والفومتي كلش هواي بعد العمليات الافاقه لهذا شو نقول لكم المريض اللي جاي بالافاقه ممنوع اي لحظه يتخيل دم يتخيل امعاء بعد اي شيء يرجع يستشفى لهذا على كيفكم انتبهوا للمرض. What about nausea vomit is common فلو جي اي ايش قد نسبتها 30 الى 40% من المرضى يتخيلون الافاقه لهذا احنا قبل الافاقه او قبل العمليات نقول انديكيشن اندكشن بلاستيك او الاندستيرون كلش تقلل نسبه النوزيا والبوتي. ايش قد احتمال تبقى حتى يروح للبيت المريض يتخيل نسبتها تبقى 24 ساعه. اجى سؤال العام شنو السؤال؟ البيشنت النوزيا والبوتي indication for home stay أو home hospital stay لو لا شو السؤال شلون اجى؟ ان المريض عنده تخيل او نفس لازم يقبل المستشفى لو ممكن ديسشارج ممكن ديسشارج بس يكون فايتال ستيبل ممكن ديسشارج لكن فايتال ستيبل اوكي. العوامل كلها جدية فاكتر ذات اللي المريض بوست اوردت نوزيا وفومتي شنو الاسباب بتخلي المريض يتخيل ما بعد العملية؟ اول شيء بيشنت فاكتر يجوز اسباب بالمريض اللي هي شنو هاي جبتي اسكيو فيميال يانج ايج وومن اوكي بريمينسترال سايكل فيرست ترايمستر يعني اول شهر من الحمل اول ثلاث اشهر من الحمل اصلا تيجي هنا وزوجهم في البدايه لارج بودي هيبتس مريض سمين اوبيس يعني فيميال يانج اوبيس لا تسوون هيستر اوف براير بوست اوبريتيف نوز هو عنده المريض انه مرض السفر سامعين بيه موشن سيكنس هذا المريض عنده موشن sickness, history of motion sickness, history of post-operative حكينا بالعيون عمليات الحول يطلع المريض احتمال عنده تخيل. اي عمليات الاير الاذان يختل التوازن فيطلع المريض بس يتخيل هاي مشكله عندهم كلش هوايه. اي عمليات اللابروسكوب نواظير سي او 2 وانه تكون المرضى فقدوا سي او 2 في نوزيا وضغط اللي يصيرون ما بعد العمليه. عمليات اوركي بيسي يعني عمليات جراحه المجاري البوليه بالمياه اوكي اوفيا ريتريفا يعني دون اللي اطفال الانامي يرجعونه البيوت مالتهم تلقيح صناعي سنه تونسلكتومي استئصال اللوزتين
للفومتنج يصير للبيدي عادي بعد العملية الطيبون برس سيرجري ما عرفتش برس سيرجري سواء مشاكل لا مشكلة ما يشوف المرضى بعد العملية بس يعني إلا قليل ما شاف واحد برس سيرجري صار للفومتنج بلاسيل او اندستريل كل المرضى هذا ما شايف بعد بوست اوبرتيف فاكتور اسباب ما بعد العمليه الثاني وبعد هايبوتنشن من القلب والهايبوتنشن يسوي المريض عنده نوزي فومتنج ما بعد العمليه شيفرنج اند هايبوثيرميا من اكثر اسباب او من اكثر الشغلات اللي نشوفها بالاتفاق المريض شنو يرجع ميت بلد اكثر مشكله بروده الصاله ثاني مشكله الريجنا او السبانه او الديورا السيسه ليش قلنا شبرني سون بالسبانه الديورا راح صار سمباتيك بلوك والتمبرتشر بال سبانه كورت مسؤول عن السمباتيك اوكي طبعا شبرت من اهم الشغلات اكثر سبب الهايبوثيرميا صارت العمليات في الجو بارد السبانة والديورا وقف السمباتيك اشتغل بعد السمباتيك فالبيشن تبرد السلام عليكم. السيدة شو يصير؟ يوقف البيشن السمباتيك ما تشتغل بلا. بالتمبتشر. اوتونوميك. شلون تحصل اوتونوميك؟ المنطقة اللي ما بيها تخدير شو ليها؟ حارة. والجو؟ بارد. معناه السمباتيك بالسباينا هو المسؤول عن التمبرجر ريجيليشن مصدر انتبه مصدر تنظيم الحراره بالجسم الثلاموس والهايبوثلاموس اوكي المغاديه وتحت المغاديه بالعربي السنتر وين البرين السنتر الثاني وين السباينا كورد فلما نطي سباينا راح اوقف السمباثيك فالمريض شو يصير؟ يبرد شلون تحلوها؟ هاي كلش ضرورية بحت تحت يا البنات لا لا حل شلون احلها؟ جبنا الدفاية بيرهجر هاي الدفاية انطي حرارة 43 بوز صارت العمليات المريض جواته بلانكت حرارية ونقدر نحفل بيرهجر اللي هي هذا الهوز الحراري هاي المرة شو تسوون انتم اسستات التخدير لازم؟ تحطون سوائل دافية ما انطي فلويد باردة بالسباينا لازم ننطي فلويد هواي صح؟ تنطي السوائل دافية دافين السوائل المريضة راح يشترش هيك بير هجر والسوائل دافية وترعش حطي هيك فنتان شطر المفروض بفنتي هي دوزرافة وترعش ترعش من البرد هيك ترعش الصالة باردة عادية اوكي ليش يصير السمباتيك بلوك فيصير المريض شبر بالجي اي مريض برد ليش يصير شبرنج؟ الشبرنج عن انتاج الطاقه الجسم يحمي نفسه الشبرنج معناته المريض هايبوثيرميا يرعش من البرد او من الحراره مين يصير شبرنج؟ تبدا هاي البروسيجر عنده والعمليه راح المريض شو يصير عنده؟ راح يصير انتاج الطاقه عنده اكثر لكن شنو المشكله؟ هاي عندنا مشكله المريض يرعش ويرجف من البرد راح يصير اكسجين موالي يصير اكسجين كونسبشن عالي والسي او 2 برودكشن عالي وجبتي ام سي كيو والكارديك اوتبوت عالي هاي وين تخوف يا مرضى كارديك كيسز مرضى مرضى القلب شو يصير عندهم؟ عم عالي يصير عندهم جلطه من البرد سمعت شنو يسوي هايبوثيرميا والشبرد شو يسوي؟ يصير عندهم جلطه لهذا اي مريض بالعنايه او بالافاقه سخن او رجل انطي اكسجين يرجع بالعناية حتى لو يحتاج 30% أعطيه 100% على قد ما تروح الحرارة أعطيه ليش؟ اللي عنده حرارة أو يبرد يحتاج أكسجين عالي أكسجين كونسبشن عنده عالي فإذا هو أم آي وعنده جلطة بالقلب وضغط على قده وقلبه هالقد تعبان فراح يصير عنده أم آي شو نسوي له؟ نعطي مصدر أكسجين خارجي نتبه على النقطة المريض اللي عنده نزف وماذا يفيده؟ البليتات قلنا ما تشتغل اذا كان الجو بارد او المريض هايبوثيرميك البليتات الصفائح الدموية راح تشتغل واحتمال يحتاج نقل صفائح دموية او دم تمام هاي نقطة مهمة بعد شنو مشاكل البرودة او الشبرنج او الهايبوثيرمية مريض تعطي مصر لابسنت نفس الجرعة ما يقدر ليش صار بارد منو من الادوية اللي تهتم هذا الموضوع؟ التراكريون
التراكر يوم الميتابوليزم مالته شلون يصير؟ يعتمد على البي اتش والتمبرجر، احطوها بالكتاب. شلون يعتمد على البي اتش والتمبرجر؟ اذا كان مريض اسيدوسيس واذا كانت الصاله بارده ريلاكسد ما حي شو اسمه؟ ما راح يفكه، يبقى يشتغل عليه. لهذا انت هي اصلا احسن وسيله لنوم شنو؟ شغل التبريد على شيء وطب بطانيه، راح يصير جيب السيده الانسان، خاطر من تطلع من الامتحان، شغل التبريد وشد اللحافه وقالت مالي. اوكي؟ ولا تعال تعال نحضر فقط الصفر، لا تبالي ان الصفر يشمل رجال. مريض دفيته ما فات، حطيته قال حقر ما فات، دفيته بطانيتين ما فات، شو اسوي لك؟ نحطه في الفيديو. البيثيدين احسن علاج للشبرك. شبرك شنو؟ رعشه من البرد، قش عريان او الرعشه. شو يعطونه؟ البيثيدين 10 ل 25 ملغ درجه اوكتويز براس الوضع الشبرك. بعد هاي اهم نقطه بالمحاضره. شفت المريض؟ شفت الكومبليكيشن مالته؟ مريض شنو هو؟ اجى لك واعي وتجاوب، مو احط له مونيتر، احط له اوكسيمتر، اي سي جي اذا احتاج، بلد بريشر إذا احتاج، كل أكسجين إذا جي إيه أو إذا كان سبايرا أو ريجينال بس أخذ سيديشن أهم حصة أكسجين. وشوف الكومبليكيشن، بين، أجيتيشن، هايبوثيرميا، نوزيا، فوميتينج، بعد أول ما نسيت شنو هي؟ لأني ما شاء الله بتذكر. ديلي ريكفري. ديلي ريكفري عشتي. الإنسان يشوف الملتزم ذاك المركز ذاك. دني ماكو خلاص المريض لازم يطلع، ما طلع المريض ولا خمس دقائق، على الأقل ساعة. الافاقه ساعه ليش؟ لا سمح الله شفت المريض هايبوتنشن شو اسوي؟ اسكت بس اسجل ابلغ خاف المريض صار عنده نزف وما حد يدري نزف داخلي اوكي عملوا عنده نزف الهايبوتنشن والويت بولس ذيس از ساين اوف انترنال بليدنج ابلغ التخدير ابلغ الجراحه هذا المريض ينزف اوكي وخصوصا النسائيه هشوف الفايتال ستيبل اكو تشارت المريض ما قبل العمليه واثناء العمليه ونفس التشارت يطلع لنا بالافاقه هذا التشارت اجي اشيك المريض شو تشيك خمس شغلات الكلام شكله شلونه وردي ازرق مدخن اصفر كل وحده لها سكور لها علامه بعد شو تشيك هاي معناتها الاوكسجينيشن الريسبريشن نفسه ديب بريثنج مالته كوايت كام لو يتنفس سريع ونفسه شالو بريثنج ربط شالو بريثنج الى سكور بعد شو كوشسنس الوعي مالته المريض واعي ولا لا بعد موفمنت يقدر يحرك ارفع ايدك اهم نقطه احنا ارفع ايدك رجلك نيراسي ليش نيراسي؟ اكسكلوجن للسي بي اي يعني المريض ما مجهود اوكي ليش يقول حرك ايديك ورجليك؟ اول شيء شوف الباور مالته وان الافكت مع ريلاكسنت راح اذا من غير ريلاكسنت ثاني فقره ان المريض واعي ومتجاوب ثالث فقرة وأهم فقرة شنو هي؟ إن المريض ما مجهود، ما صار سيدي، ما يحرك إيده، ما يحرك هاي الجهة مثلا، ويكنس، هاي ما يحرك، هاي وجهه كان يتحرك، احتمال إن المريض جلط. أوكي؟ بعد ذني يسمونها ألدر كرايتيريا بالريكفري. السكور من 10 10 نقاط. المريض 10 أو 9 يطلع ردهم. المريض جوا 9 يبقى يمنا، 7 إلى 9 يبقى يمنا، شوف صححنا شنو المشكلة؟ مريض ستة أو شيء روح قاسي. شنو هي الكرايتيريا؟ 9 مقبول والعشرة مقبول. أوكي. لكن الباقي لا ما مقبول. ليش شوف لك سلايدات صعبات كلش سهلات. قلنا شنو هي؟ الكلر. شكل المريض. الكلر وجهه وجسمه ايديناته شنو نشوف الكلر؟ شفته وجهه وايديناته حتى رجليها. إذا كان لونه طبيعي وردي او يعني لسان طبيعي مو ازرق مش قد نعطي سكور؟ 2 هي مو من 10 كل نقطه تاخذ درجتين فعندك 2 1 0 هذه الاسئله الصعبه اللي جبتكم بالامتحان فهذا كيس 2 اعطيك كيس كل واحد يعطيني السكور مالته افضل سكور يطلع وين اوكي فاذا اجاك المريض وجهه وردي اعطيه شنو؟ 2 معناها هذا الاورجنال كرايتيريا ألدلت سكور هذه الأورجينال يعني الأصلي غيروه سووه موديفايد موديفايد كرايتيريا فإذا أقول لك ألدلت لو أقول لك موديفايد ألدلت كل واحد يختلف عن الثاني جد سؤالي
فالافضل لا كرايتيريا يقول لك واحد وجهك وردي ما مشي اندرسكور 2 لا والله بيل اور داسكي وجه اصفر شاحب او داسكي دخن هذه هاي المرة دخنت انقلبت خلقتها اوكي كذا نطيك واحد المريض ازرق صفر صار ازرق سانوسيس فالريسبريشن والاكسجينيشن صفر التغيير مالته يقول اذا كان المريض ورد شكله ما في شيء وجهه احنا ما في الشعب العراقي المفروض يغيرون الكراكتيريا مالتهم الشعب السوداني يعني ترى ما في شلون واحد شوفه ابيض دور كله ازرق والله ما ادري حال حال احنا مش على الاسود الشعب العراقي الانسان اللي بشرته سمراء وسوداء شلون؟ شلون يصير وردي يعني شلون انا بهزاد؟ هاي سووا لنا تسكر نيوتن على سنه وردي روح روح ساتوريشنز اذا ورد المريض وجهه زين منور شفته وردي بشرته سمراء مش مو من برا هاي اوكي مو بنشوف بوزه شفته سوداء او فد شيء وقال لي مسوي اكتافو ساينوسيس دي وردي قلت لها مسح الميك اب لاك شو على لا لا هي هاي قلت لها قلت شو راح اشوف والفيلر هاي شوفوا ورديه ولا هاي تمام مو شو فاذا معناها يعني معناها ساتوريشن او الموديفايد شنو حاطه بلس اوكسيميتر اقعد عدل انت اللي حاطط جلعلتي وحاطين الحركه تو هنا شوي قبول احترام لاستاذكم اذا مو مناسب ساتوريشن اكثر من 92 اعطيه 100 اروح يعني ساتوريشن اقل من 90 لو ساتوريشن اكثر من 90 اذا اكثر من 92 اروح اعطيه 100 اكثر من 90 ويا الاكسجين اعطيه 1 اقل من 90 ويا الاكسجين هاي الاكسجينيشن والكلام النقطه الثانيه شنو هاي الاكسجينيشن الثاني شنو الريسبيريشن النفس مالته المريض يتنفس ديبلي مرتاح بنفسه اعطيه 2 بري ديبلي اند كاف المريض يقدر يكح ويقدر يتنفس اعطيه 2 المريض شلو بات ادكويت اكسشينج المريض شنو؟ شلو بريثنج يعني نفسه سريع بس دوبلت بريثنج يعني الاكسجينيشن مالته زين السي او 2 هذا نقي واحد يجوز من الالم المريض اثنيه قطع النفس بلع لسانه شو صار؟ اوبستراكشن اي سبب من الاسباب انه يصير عنده انسداد مجاري يجوز ناسي لجوزه ناسي لباكه بليدنج سكريشن اي نوع من انواع انسداد المجاري التنفسيه انقي زيرو اوكي هذا بعد اي شيء سيركيليشن يعني ضغط ف بلاد بريشر نفس الشيء ناو هنا هاي ضغط المريض ليش اقول لك انتبه حق شارك اول ما طب صارت العمليات تنكتب ايش قد وورا الاندكشن ينكتب ايش قد وبالافاقه وخلال العمليه ينكتب كل ربع ساعه الشارت ستاندر هذا يقول لك ايش قد اول ما اجى قبل الاندكشن إذا شفت كان ضغط المريض 140 على 8 مثلا. إجى بالإفاقة ضغطه 120 أو 160 على 90 أو 120 على 70 هذا تقريبا مقارب إلى 20% زيادة أو نقصان هذا نقول ستيبل، إيش قد أنطي؟ طبعا مكررة مرة ومرتين وثلاثة إذا ما مرتاح للمريض. فزائد ناقص 20% من النورمال اللي هو إجى به المريض. مو ضغط 120 احط هذا اقول هذه ستاندرد شوف اجى المريض ضغط 200 ف 120 يعتبر شوك صح لو مو صح؟ 120 يعتبر شوك فاشوف الشارت اللي انا لازم اكمل اشوف الشارت لازم اكمل اللي الشارت ضغط خليت شوك قبل العمليه وخلال العمليه بعدها خلال العمليه وبعدها انه زائد ناقص 20% بس شوي ضغط من قاعد بفاقه توجه صار ضغطه لا والله ما يجوز شوك فعمليه نزل اوكي هاي معناته شنو؟ ان المريض عنده خطوره فاذا خلال 20% زائد ناقص اضيف 100 البلد بريشر within 20 to 50 within normal يعني كان 150 على 100 هسه ورا خمس دقائق جاني شيكته ضغطه 100 على 50
هذا العمل، هذا الشوك، هذا معناه شوك ستيت. اوكي بس احتمال ويك فري، لا اسال حط فلوس وصح. طب انت تغير وصح سر جراح ما لديه محل يديه غلط. فإذا 20-50% أعطي واحد، أكثر من 50% إجا ضغطة 150 أو 140 أو 120 بجانب اللي فاقر مريض ما عنده فرص، ما عنده ضغط بيس أنظر. يعني أكثر من 50 إجا ضغطة 6 5 4 على مسيبة صفر أقوى سكور من أقوى أي سكور من السكورات صفر أبلغ. يعني إذا أبلغ 9 إلى 10 ذلك مجموحين 10 يصير نقاط. اي شيء جوا 10 جوا 9 بلغ بيه التقييم مجموعه. هاي مسؤوليه سواء النفس يجوز بالغ صار فيه، سواء الضغط يجوز ينزل صح لو او على الضغط الاطفاء راح ينجرف المريض. شكله وردي ها؟ الضغط هو فرطه عاليه غير استقرار بعد الضغط. اي مواني راح اشوف الشارت بالاندكشن ايش قلت؟ هو بالاندكشن عادي. بالاندكشن ايش قلت؟ طيب قبل الاندكشن لو بعد الاندكشن؟ لا بعد الاندكشن. صح قبل لا تطلع الاندكشن كان 180 خاف المريض. انا ما راح اعطي الاندكشن زايد 50. زميلكم يسال ضغط المريض 180 فلا اندكشن نزل ضغطه خلال العمليه ضغطه مستقر باتفاق ايش فيه؟ دم مستقر. معناه هذا المريض خايف ما يصير انطي اندكشن اوف انستيزيا عن الدواء. هاي ستاندرد فورم اكثر من 179 على 100 ممنوع واحد التخدير اكثر من 179 ستاندرد. ذاك يوم 235 109 عندها جاز في حياتها. هاي مو شطاره تعطي تخدير المريض ضغطه فوق 179 مو شطاره. الجاز عليه ليش؟ اكو شيء اسمه اسكيميك اندكس. شنو الاسكيميك اندكس؟ يعني انا عرض المريض خلال 48 ساعه من العمليه اللي بتكون يصير عندي جلطه بالقلب. الدماغ وبالقلب وبالقلب اكثر شيء. شنو هي الاسكيميك اندكس؟ الهارت ريت السيستوليك وبلاد بريشر. شنو السيستول؟ يعني ضغطه 180. الهارت ريت ايش قد؟ اعطيني رقم. ايش قد الهارت ريت؟ 220 90 قول 100 على النات لفل. او ايش قد؟ 90 وضغط السيستول 180 9 في 18 احسب او 100 100 في 18 اي مريض الاسكيميك اندكس فوق ال 15000 انت مدخله بخطوره امان ضغطه قلبيه. اي مريض الاسكيميك اندكس اكثر من 20 داخل امان داخل جلطه قلبيه. فانا نظيت المريض ضغطه 235 او مش شطاره عرضه للجلط خلال 48 ساعه لو يطلع من الاتفاق العملي لو ما يطلع خلال 48 ساعه احتمال يصير عنده جلطه قلبيه. طبعا من العمليه ورا صار في جلطه سريعه. طيب شو يسوي؟ اكيد اشتغل في الفن. سأل زميلتك خليني اكمل واسوي يقول ليش ما تنزلي ضغط المريض؟ امرجنسي اكيوت بريجننت انزل ضغط المريضة لازم كرونيك ضغطة اجاه ضغطة 200 مرة فنان اجاه بي اي بي ضغطة يمكن 220 انت ما بدك تخدير بس باورين هو الاسسنت ممكن تضغط لهذا كرونيك وميل هي مو حامل جايتني وعندها ضغط حمل. ضغط الحمل اكو شيء اسمه اوتو ريجليشن سبقون حاجيته انه الجد دمار والكلى والقلب والعقل تتعود على ضغط خلال 6 شهور يسمونه الاوتو ريجليشن. هاي بريجننت هسه صار عندها ضغط فما عندها الاوتو ريجليشن. انا اذا ما ضغطها متعود عليه كرونيك اكثر من 6 شهور المريض ضغطها متعود عليه من الكلى واجي انزل اعطي ان جي سي لو اعطي لازيد لو اعطي لابيتالول لو اعطي ميتوبرولول اي هو من الادويه اللي تنزل الضغط. وهذا المريض ماكو اوتو ريجليشن اذا نزل الضغط جوا 120 هو متعود على 200 ايش راح يصير؟ سكيميا لا الكلية وصل لها يعتبر شوك ستيت. فاذا كرونيك ما نزل ضغطه اوف اذا كرونيك والكتف اوف روح ضرب ضغطك وتعال. اذا ايمرجنسي واكيوت مثلا بريجننت لا اشتغل
بس شو اسوي؟ انزل ضغطه شوي عادي ولازم. بعض المرضى ما عندهم ضغط، اجاني من الافاقه او من الشاف مال الرجه، وقت يصير ضغط المريض اول ما يدخل، اجى ضغط المريض 130 140، اجى يمين 200، هذا خايف. شو يسموها؟ يسموها الوايت كوت سندروم. شنطي اعطيه ميدازولام، شوف الجراف اذا خايف، اهدئ الكلام، اطمنه ان شاء الله يطلع مرتاح بدون الم، لا تخاف. اعطي ميدازولام 2 ملي جرام، اعطي فنتانيل 50 ملي جرام. المريض نزل ضغط خرب اكمل عمليه، المريض ما نزل ضغط هذا كرونيك لا والله يترتب امره ويجي. ما اجازف حياه مريض، ليش؟ اسكن الاندكس اكثر من 15000 ريسك مال ام اي مال كارديو انفكشن. شلون؟ تمام اسئلتكم حلوه استفادت، هي هاي يسموها الخبره. شلون المريض ضغطه 230 اشتغله وجبت المريض عنده فلونزا قلت له اوف. فلونزا تروح اوف ما في شيء. هي هم علميا وهم مزاجيا. بس على فوق. هاي ميرجنس. انزل ضغطه خلال العمليه وخلي يطلع بالافاقه ضغطه عالي. يمتى انزل ضغطه ويمتى ارفع ضغطه؟ اجاك مريض ضغط عالي وبيرجس خلال العمليه احاول انزل 15 14 13 اوكي، لكن الجراح يسد يسد الابدومن الشيت بقطص قبل السكن يشيك انه عنده نزف لولا لازم اصعد له ضغط. ليش؟ عمود صار عنده نزف يشوفه قدام عينه، وهاي دائما يوقعون بيها عشرات مئات اطباء التخدير. ان المريض هايبوتنسف تكنيك يشتغلون به فرحان نزل ضغطه سدوا طلع المريض بالافاقه شو يصير؟ شوك. ليش؟ ليش؟ ما سد على ضغط عالي. المريض اذا سد على ضغط 10 او 11 ولو يسد على ضغط 14 ليش؟ يقول لك ماكو واحد عنده نزف وعنده ارتري لوبين اوكي؟ صغيروني وسد عليه. اذا مريض عنده شريان او وريد ينس وضغطه 100 باحتمال ما راح ينس، بس بالافاقه يصعد ضغطه راح يصير عنده نزل. اراويكم كيس بالموبايل فتحت انت اخوي قوم قوم اي قوم ايش قاعد تطيح
ينوش يناتين يناتين أضيف نيت المريض يحرك إيد فيناتين أو رجلين فيناتين أو إيد ورجل جهة واحدة واحد المريض ما يتحرك أنا أقول له أرفع رجلك ما أرفع إيدك ما زيرو يلا قوم جسمك تعال أول ما دخل 140 على 70 وجاك بالإفاقة 100 على 60 إيش قد تعطي سكور؟ ليش واحد؟ يعني من 20 ولا حد يرد لك من الموجودين بصفه أوكي؟ ليش واحد؟ ليش واحد؟ ليش قلت واحد من اثنين؟ ليش مو صفر؟ لا حد يحكي. ليش واحد؟ قالوا لك اياها. عدي لك اياها. المريض يحرك بس ايده ورجله، جهه واحده، ايش قد تعطي سكور؟ لا حد يحكي. ايش قد تعطي سكور؟ سوي نحكي. ليش واحد؟ إذا إيدين اثنين ورجلين اثنين جد تعطي سكور؟ وإذا ما تحرك؟ صفر. فهسه المريض واعي قد راح تعطي؟ 100. المريض ضغطه 100 على 60 قد تعطيته؟ والمريض يحرك ايديه ورجليه بس جهه واحده ايش قد تعطي؟ ايش قد صارت؟ ايش قد احكي لي ايش قد صار؟ تعلم شلون تحسب. تعلم هاي اجتك الاسئله عقب. اربعه المريض بينك وجهه وردي ايش قد تعطي؟ ايش صار عنده؟ شنو بعد عندنا نقص؟ اربعه بينك اوكسجينيشن وضغطه اكتيفيتي اجا اثنية ايش قد تعطي؟ اثنية وعناية ها؟ عناية قاطع عنده فيس ستة ستة من عشرة شكد؟ صفر شكد السكور صار عندك؟ وين تودي؟ عناية وين تودي؟ call for help أصيح أحد يجي يلحقني المريض نفسه مقطوع بس أكو واحد لونه وردي ونفسه مقطوع ما أخذ حد شو اللي يصير هاي؟ تجي المريض بس انت شوف وين وصل اسكت اسكت كنت مصدوم انت مشوه اجاك مريض اجاك مريض وسوى عملية لابراتوار شو نسوي؟ Спасибо.
مش هاد الطيب؟ ايه ماي اي ايه كيف يصير ماي ماي هيجي تحسون تسكور انت حاطه بالك انا شو راح اقول لك الاندر تسكور از هجد اعطيك ارقام ثلاث اربع خمس ست اي واحد حسب ما مشهور